الحمد لله فرحان ما نقدرش نوصفها لك. القلوب قاعره وفرحان، وما زلتنا مباراه ضد المغرب في قسنطينه مباراه نهائيه، احنا نعتبروها باش نتاهلوا لكاس العالم، والهدف تاعنا باين وان شاء الله نحطوا كاع واش عندنا ونفرحوا الشعب الجزائري كله. ما استنيناش الكونغو راح يدخلوا بهذه الدقيقه الشوط الاول بدو كلش، احنا الشيخ تاعنا قالنا صبروا وما تقلقوش، دخلنا البي سي ار بالك بدل لهم الخطه، وشوط ثاني احنا ضغطنا باش نسجلوا وسجلنا والحمد لله تاهل. الانصار اليوم كانوا بقوه، نشكرهم بزاف ونتمنوا قسنطينه لان عرفوا بلي عندها شعب عظيم، ونتمنوا ثاني يزيدوا يطلقوا لنا الحاله ونتاهلوا كونط المغرب. لعبنا ودرنا اللي علينا وحطينا كاع شعادنا في التيره. نشكروا بزاف الجمهور اللي جا دعمنا، والله كان لاعب رقم 12 في الميدان عطانا قوه كبيره. المباراه ما كانش سهله، منتخب كونغولي يعني حتى هو يعني حاول يقدم افضل ما عنده يعني في المباراه باش يحقوا حتى هما بطاقه التاهل، ولكن الحمد لله تمكننا من تحقيق سجلوا علينا هدف الاول، تمكننا من العوده في المباراه يعني بفضل التبديلات تاع المدرب. يعني احنا يعني كل لاعبين قدموا مباراه بطوليه يعني الدفاع الهجوم على يعني كل الخطوط. نشكرهم، نشكر كل طاقم يعني وكل من ساهم في التاهل. دعم الانصار كما شفت اليوم يعني من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه الاخيره، يعني ما حتى دقيقه ما سكتوش، يعني كل حتى صفر الحكم هما يدعموا فينا حتى تمكنوا من العوده في المباراه. نتمنى الدعم اكثر واكثر يعني في مباراه قسنطينه، جمهور مدينه قسنطينه ان شاء الله.